صباحكم خير يضم وفرح يعم يا مشاهدينا الأحبة، نتمنى لكم يا رب العالمين صباح جميل مفعم بالحيوية والنشاط. وبما أننا نتكلم عن النشاط ننتقل بكم إلى جانب الرياضة وممارسة الهوايات الجميلة ومنها رياضة التزلج سكيتر. راح نتكلم عن تفاصيل هذه الرياضة من خلال فريق اسمه فريق الصقور الحمراء. هذا الفريق تشكل مع بعض، هناك مجلس إدارة يقومون بالكثير من الفعاليات والمناشط المرتبطة بهذه الهواية وبهذه الرياضة. التفاصيل ستكون مع إن شاء الله تعالى مع يحيى بن خميس العامري نائب رئيس مجلس إدارة فريق الصقور الحمراء. أخو يحيى حياك الله في برنامج قهوة الصباح ويسعد ربي صباحك بكل الخير. أهلا وسهلا حياكم الله. الله يحييك إن شاء الله تعالى. أخو يحيى مباشرة أول شيء قبل لا أتكلم عن هذه الرياضة وقبل لا أتكلم أيضا عن الفعاليات والمناشط وغيرها، فريق الصقور الحمراء وتشكيلهم أيضا لفريق خاص لممارسة هذه الرياضة، كيف جاءت فكرة التأسيس؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أو بداية نشكركم على استضافة طيبة لهذا اللقاء، واجبنا طبعا، وهذا دليل على شهرة أو إعلامكم في يعني إعلامكم في هذا المجالات الرياضية ودعمها من قبل الإعلام، واجبنا طبعا. تسلم. بالنسبة لفريق الصقور الحمراء، طبعا أنشئ منذ عام 2013 ميلادي، وكان آنذاك الفريق يتكون من 10 لاعبين فقط من الذكور، وحينها كانوا هذا اللاعبين يمارسون الرياضة بأنفسهم دون وجود أي إدارة مسبقة لهم، فكانت كهواية يعني يعتبر مارس هاوي هذه الرياضة، فكانت هواية غرست في قلوبهم بشكل مفرد، كل واحد يمارس هذه الهواية. نعم. فحينها تم طلبهم من قبل جامعة السلطان قابوس بعمل عرض لهم، وكانوا غير مستعدين لذلك، ولكن غرست فيهم الثقة. نعم. وطلبوا بأنهم يقوموا بهذا العرض لتحقيق هدفهم. نعم. بالفعل لما قدموا العرض حسب تدريباتهم الشخصية نجح عرضهم، وصار هناك جمهور يعني يتمتع بهذه الرياضة. حينها رأينا أن نشكل فريق متكامل. ممتاز. قمنا بتشكيل مجلس إدارة لهذا الفريق، طبعا نشكل برئاسة الفاضل جمعة من خلفان العامري. نعم. ونائب أنا شخصيا. نعم. وقمنا بدعم هذا الفريق، وقمنا يعني باشتراك آخرين نفس الشيء في لاعبين آخرين في هذا لينضموا في هذا الفريق. ينضموا لهذا الفريق. الحين ربما السؤال الذي يتبادر إلى أذهان المشاهدين، يعني تسمية الفريق بهذا الاسم الصقور الحمراء، كيف جاءت أيضا فكرة أن يكون هذا الفريق بهذا الاسم؟ فريق الصقور الحمراء طبعا بعد ما تشكل مجلس الإدارة اجتمعنا باللاعبين على أساس نشوف احتياجاتهم، ونفس الشيء على أساس يعني نطبق شعار لهذا الفريق مع مسمى. بالفعل اللاعبين بأنفسهم هم الذي يعني الذين طلبوا أن يكون هذا الاسم، تبنيهم بأنفسهم أن يكون هذا الاسم لهذا الفريق. ممتاز. فهذه بادرة منهم، وحقيقة شفنا فيه جذب من الناس على شهرة هذا الاسم. ممتاز. وثبتنا فيما بعد. ممتاز جدا. طيب أنا بأمانة كان خاطري يعني أنهم يكونوا حاضرين اليوم علشان يعطونا عرض بسيط كذا على الاستوديو، ولكن ما في إشكالية. أريد أيضا تخبرني عن أبرز ربما الفعاليات والمناشط اللي دائما يقدمها هذا الفريق، لهم مشاركات معينة. منذ عام 2013 لما بدأ الفريق بتشكيل الإدارة وبانضمام كثير من اللاعبين، الحمد لله يعني لحد هذا اليوم تشكل بأكثر من 40 لاعبا في الفريق. نعم. وقمنا بعمل حاليا في إناث معنا، الذكور تقريبا في حدود 40 شخص، بينما الإناث حتى الآن 12 بنتا. قمنا بعمل فعاليات وعروض لدى جامعة سلطان قابوس ونادي ورالي عمان للسيارات، وكذلك لمعرض
نادي عفوا بعض المدارس الحكومية والخاصة وعدة جهات مثلا نفس الشيء في حديقة كلبو وعدة جهات قمنا فيها، وبالفعل الحمد لله توصلوا اللاعبين الى ما الى تحقيق هدفهم يعني. ممتاز جدا، احنا شفنا قبل شويه يعني بعض الصور تابعناها مع ايضا مع المشاهدين حول بعض الاماكن وبعض المواقع اللي قدموا فيها بعض العروض. اريد ايضا اسالك عن هذا الفريق، انتم كمجلس اداره ما الخدمات اللي ربما تقدموها لهؤلاء الشباب؟ ما الادوات بحيث انهم يقومون بتطوير مهاراتهم وقدراتهم بعمل حركات احترافيه ابداعيه كل يوم بعد يوم، ايضا يطوروا من مستواهم في هذه الرياضه؟ طبعا كمجلس اداره نحن متطوعين و نقوم بتوفير الأحذية الأصلية لهذا اللاعبين. أحد من الأعضاء ذهب إلى فرنسا وتقابل مع أحد الشركات في فرنسا اللي تبيع الأحذية الأصلية سيبا، وقمنا بشرائها وقمنا بنفس الشيء بتوفيرها للاعبين وبعنا منهم بأسعار مميزة سندا للفريق. نقوم نفس الشيء بالتغذية ونعطيهم نفس الشيء تفصيل الملابس الموحدة لهذا الفريق مع الشعار والاسم. نقوم بتدريباتهم، قمنا بتفصيل المعدات الخاصة لعملية التدريب أو لإقامة عروض فنية لهم. حقيقة يعني مبادرة كانت من قبل الجميع سواء من مجلس إدارة أو من اللاعبين أنفسهم. نعم، طيب أخوي حلو تكلمنا أيضا عن مشاعركم أنتم كمجلس إدارة متطوعين لتبني واحتضان هؤلاء الشباب المبدعين في مجال رياضة التزلج بالأحذية. ما هي مشاعركم وأنتم تشوفوهم فعلا كلهم متجمعين كروح فريق واحد يشاركون في مختلف الفعاليات والمناشط المقامة على أرض السلطنة؟ مثل ما ذكرت سابقا أن الهاوي أو المارس لهذه الرياضة غرست في قلوبهم بحيث أنهم يحاولون نجاح قدراتهم وتطوير أنفسهم بأنفسهم. قاموا بأعمال حقيقة يعني الجمهور يتفقدها أو الجمهور يتشوق لرؤيتها. هذه طبعا من واقع اللاعب نفسه. جميل. نعم، طيب اريد ايضا اركز معك على نقطه انه اهميه ان يكون لافراد المجتمع دورهم ايضا في تبني مثل هكذا شباب مبدعين في رياضه معينه، في هوايه معينه، في موهبه معينه، احتضانهم كفريق منظم يعمل في اطار اسس معينه، في اطار يعني عمل منظم مرتب يكون له قادرين على ايصال رسالتهم اللي حابين يوصلوها كونهم ناس مبدعين على ارض السلطنه، اهميه ان تكون هناك المبادرات الجماعيه والفرديه في احتضان هكذا شباب. طبعا لابد كبدايه تكون بداية مشوار من ولي الأمر في حالة موافقته على تشجيع ابنه أو ابنته في المشاركة في هذه الرياضة. حقيقة لا نخفى عليكم لكل رياضة لها أحداثها ولها مخاطرها، ولكن تبقى هناك الأشياء الفريق اللي ممكن يقدمه ويسعفه لهذه لهؤلاء اللاعبين بحيث يتوفر لهم الأحذية الأصلية والمعدات الصحيحة. صحيح. ويتم بتدريبهم تدريب متكامل ومن قبل مدربين يعني ماهرين في هذه الرياضة. نحن نشجع حقيقة لأن عدمها في سلطنة عمان كفريق رسمي أو متكامل ومشهور يعني لا يوجد، ولكن نحن بحاجة إلى تطوير هذا الفريق والفرق اللي سوف تأتي. المجتمع لابد يعني أن يقدر هذه الرياضة. صحيح. نعم، يجب أن يقدر هذه الرياضة
ويجب أن تكون هناك فعلا أيادي تأخذ بأيادي هؤلاء الشباب المبدعين في مختلف المجالات، سواء في هواية رياضة التزلج أو غيرها من الرياضات الأخرى، بحيث يطلق العنان أيضا لقدراتهم، بحيث ينافسوا أيضا في مختلف المحافل سواء المحلية أو الخليجية العربية الدولية، ويرفعوا اسم السلطنة عاليا في هذه الرياضات. شكرا ليحيى بن خميس العامري نائب رئيس مجلس إدارة فريق الصقور الحمراء، شكرا لوجودك اليوم معنا في برنامج قهوة الصباح. جزاكم الله خير ومشكورين على هذا الإضافة. بارك الله فيك. عموما مشاهدينا الأحبة مستمرين ومتواصلين، نروح لفاصل وبعد الفاصل محطة أخرى قادمة، فتابعونا.